قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لما كان من أمر الحسين بن علي ما كان ضجت الملائكة إلى الله تعالى وقالت يا رب يفعل هذا بالحسين صفيك وابن نبيك. قال فأقام الله لهم ظل القائم عليه السلام وقال بهذا أنتقم له من ظالميه. ويروى أيضا عندما يخرج الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام يخرج أبا بكر وعمر لعنة الله عليهما من قبريهما، ثم يحاسبهما أمام الناس على جميع الجرائم التي تعرض لها الأنبياء إلى أن يصل إلى قتل يحيى عليه السلام وصلب عيسى عليه السلام وعذاب جرجيس ودانيال عليهما السلام وضرب سلمان المحمدي عليه السلام وإشعال النار على باب أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام لإحراقهم بها وضرب يد الصديقة الكبرى فاطمة بالصوت ورفس بطنها وإسقاطها محسنا وسم الحسن عليه السلام وقتل الحسين عليه السلام وذبح أطفاله وبني عمه وأنصاره وسبي ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وإراقة دماء آل محمد صلى الله عليه وآله وكل دم سفك وكل فرج نكح حراما وكل رين وخبث وفاحشة وإثم وظلم وجور وغشم منذ عهد آدم عليه السلام إلى وقت قيام قائمنا عليه السلام كل ذلك يعدده عليه السلام عليهما ويلزمهما إياه فيعترفان به ثم يأمر بهما فيقتص منهما في ذلك الوقت بمظالم من حضر ثم يصلبهما على الشجرة ويأمر نارا تخرج من الأرض فتحرقهما والشجرة ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم نسفا